لك اتكل على الله مع السلامة. ايه بتتنطط ليه كده؟ اتنطط. اه ايه لك يا عم اتنطط. ايه في ايه؟ اتنطط. ايه؟ النمر والأنثى. اه انا دي النمر، انا الأنثى. خرب بيت عقلك. وادي المأكل. انا مقصر. ايه كلتك بالظبط؟ انا سعادة الباشا عايزة انصحك نصيحة كأم يعني. ايه كأم دي؟ كأب. قول يا حبي ايه؟ لما تحب واحدة حب واحدة في طولك، مش حب لي واحدة أطول منك. هتبوسها يا ولا ازاي يا ولا؟ الله. لا 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 ولا تجيب لها كرسي مطبخ تطلع عليه وتبوسها. جبت لها السر ده؟ ايه في ايه؟ انا جبت لها كرسي مطبخ فعلا بس مش كنت بتكلمك بقى بلاستيك ولا خشب؟ اخرسي خالص. طب حاضر اطلعي بره. حاضر اطلعي بره بقول لك. سوري 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 من قلبي سوري اوفلي سوري. يخرب بيت اوفلي اطلعي بره بقول لك. اطلع بره اعمل ايه يعني؟ بقول لك ايه؟ ولعي كل التكييفات اللي في المحطه. ولعي اللمبه الحمراء. يلا يلا. الصلاه على النبي الاستاذ سخن. سخن الله يحرقك تحت وفوق. الله يحفظك بيه ورا وقدام. بنت ظريفه قوي. اهلا 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 اهلا. ازيك يا حياتي؟ اهلا. والله وحشاني والله وحشاني ما شاء الله. ما اعرفش بحس وانا معاك ان انا تافه. ايه السبب؟ والله احس بالحقاره كده. ايه ما اعرفش والله. ده شعرك ولا باروكه؟ لا لا شعري. لا يا كدابه دي باروكه. لا شعري. معقوله ده شعرك؟ والله اصل انا متعقد من البواريك. والله متعقد من البواريك. ليه؟ والله من 5 سنين اتجوزت بنت حلوه جميله كده شعرها كان لغايه رجليها من تحت. والله دخلت بيها اوضه النوم ليله الدخله شالت باروكه وحطيتها على الشيزلونج، شالت حواجب وحطيتها على الشيزلونج، شالت ربوش وحطيتها على الشيزلونج، شالت لانسز وحطيتها على الشيزلونج، شالت دي وحطيتها على الشيزلونج، شالت ده وحطيته على الشيزلونج، شالت ده وحطيته على الشيزلونج، شالت ده وحطيته على الشيزلونج، رحت رايح نايم على الشيزلونج وقلت انام على الاغلبيه بقى. والله والله انا بحبك يا بنده والله والله بحبك وجايب لك هديه ما شاء الله. ايه ده؟ ده خاتم خشب مطابخ مجنن. بسيب الليل بس يدفي صدرك. والله اهلا بيكي. متشكرة قوي يا استاذ جميل حقيقي ذوقك يجنن. بس ده بمناسبة ايه؟ اه فهمت. والله فهمتي يا رندا فهمتي. رندا انت همسي انت لمسي. صدقيني صدقيني يا حياتي. طبعا الخاتم ده هدية فرحي على شريف ابو يوم الخميس الجاي وحضرتك هتشرف. لا مش هشرفك ولا حاجة. ليه؟ ما انت عارفة يا رندا عارفة يا رندا انا بحبك يا رندا بحبك. طب ما انا عارفه طبعا انك بتحبني حب ابوي. توت عنخ امون واقف معاكي ولا ايه؟ مالك في ايه؟ بالعكس ده حضرتك بتفكرني بعطف بابا الله يرحمه. الله يرحمك يا فريد مستحملها عشانك والله العظيم. والله مستحملك عشان ابوكي. انا بحبك يا بنت بحبك. وبتفكرني بحنيه ماما. الله ده انت جايه ترضعي بقى. ايه حكايتك في ايه؟ يا استاذ جميل انا اشتغلت عندك هنا في المحطه عشان بعتبرك ابويا امي اخويا. الله هو شكل بيفكرك بالعيله ليه مش فاهم؟ طب خلاص بقى ما تنساش الفرح الخميس الجاي وابو بنفسه جاي علشان يعزمك. ابو بنفسه؟ ايه اللي عاجبني في ابو زفت ده؟ ايه اللي عاجبني في ابو؟ كفايه خفه دمه طعمته شبابه. شبابه وانا عبد الوارث عسل قدامك مالي في ايه؟ طب افلامه بقى؟ هو عمل غير فيلم واحد يا بنتي؟ والله عمل فيلم واحد وسقط والله العظيم.